نحييكم واهلا وسهلا. طبعا جايين من المملكة العربية السعودية، وهذه كانت زيارتنا الأولى لقطر. طبعا صراحة كل شيء كان متوفر وكان فيه سهولة بين التنقلات والأشياء الموجودة. اللي عجبنا صراحة أنه أي مكان تبغى تروحه كل شيء متوفر وكل شيء بسهولة الوصول والتنقل والرجوع. وحياكم الله، حياكم الله. صراحة حصلتها سلسة جدا، ومن ناحية الباصات ولا المترو كلها متصلة مع بعض، يعني ما واجهت أي مشكلة الحمد لله فيها. من أين يعني جيت أنت؟ أنا أجي كيف أجيت من متى؟ جيت قطر تقريبا قبل 3 أيام. من السعودية، وكل يوم أروح وأجي من برحة الجنوب، ولا واجهت مشاكل الحمد لله إلى الآن، يعني حتى تطول. ليش وجدت قطر في الأيام القليلة قبل انطلاق المونديال؟ إيه؟ يعني قطر قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال، يعني كيف الأجواء؟ جميلة والله، والله جميلة، وبالعكس كل يوم تزداد جمال. أنا ملاحظ يعني جيت قبل 3 أيام، اليوم أحلى، بكرة إن شاء الله أحلى إن شاء الله. يعني شكرا. عفوا. إن شاء الله. الباصات كانت للأمانة جدا سلسة، حركة الوصول الدخول الخروج متصلة من المترو إلى محطات الباصات إلى المترو، فتنظيم عالمي يشكروا عليه. من السعودية، ويوميا تقريبا مواصلاتنا كلها على المترو والباصات.